صباح الخير. صباح النور. ايه ده؟ هروب اتنين من مستشفى المجانين الدولي. مساء امس هرب المدعو بلحه والمدعو واخوه تمره. بلحه وتمره هربوا من انو نخله دول؟ استني بس لما نسمع الخبر قولي يا راني. هذا وفور هروبهما انطلقت قواتنا التمرجيه فورا للبحث عنهم في اوكار المجانين. هذا وتنوي يا جماعه يا جماعه اطفوا الراديو ده. ايه اذاعه رانيا الكبرى ساعه صبحيه؟ معقوله؟ وبعدين في مجانين بيهربوا، المجانين ما يعرفوش يعني ايه هروب اصلا. خس عليك يا عادل، ما تقولش كده على المجانين. الناس دول 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 فيري انتليجنت، ما تصورش قد ايه. وبعدين بيعيشوا في ملكوت بتاعهم كده يجننوا. مامي، العالم النفسي المشهور الملحمي ابراهيم ملوخيه كتب في بحثه الاخير. بحثه ايه بقى؟ كتب في حلته مدام ملوخيه؟ ويا ترى بقى مين اللي اشرف على البحث ده؟ الدكتوره منى عامر؟ استنى بس يا عادل، قولي لي يا رانيا، الملاحيس دول هربوا في انهي منطقه؟ واحده في منطقه الجيزه وضواحيها، يعني على فكره قريبين قوي جدا مننا. ايه قريبين قوي مننا ده؟ أنا ومجنون يرضى يعيش معانا هنا في عش المجانين ده؟ لازم يبقى مجنون. على رأيك والله يا سناء، معقولة يعني هيخرج من عنبر مجانين يجي هنا هو على عنبر المجانين الكبير؟ عمال تقول لي اجري وشد حيلك شد حيلك لحد حيل ما اتقطع. قطعوا حيلنا، الله يقطع حيلهم يا شيخ. المشكلة إن هم كانوا ماشيين بظهرهم عشان كده ما شفناش وشهم. يا عم ما تقلقش، انا شفتهم وهم داخلين في الشارع اللي فيه القهوه. اقعد كنا حبتين كده نشربنا شويتين شاي وبعدين نقوم نمشي المنطقه. لو مسكناهم وخدنا المكافاه هتبقى لوز لوز اللوز. اه والله. شايف انت جايبني هنا هو ليه؟ ما كنا شربنا الهباب الشاي ده هناك وخلاص. لا بقى، التماثيل بتقعد تبص لي في الكوبايه اللي انا بشربها. بيحسدوك يعني؟ ايوه دول بقى. امشي يلا. شاربين اربع كوبايات قبل كده. انت هتضربني يا واد ولا ايه؟ لا. امشي يلا امشي يلا. كل شويه عارف شرب كوبايه شاي. اوعى اوعى. ايه بقى دول؟ ها ها نو نو ست ست اهو ست اهو بقيت ست اهو. ايه ده انت بقيت ست؟ ايوه. بقولك ايه؟ ارمي ودني في بق مورستاني بيتقال. رامي. وبعدين هلا يا رمزي، دلوقتي التمثال بتاع اله الكاراتيه عند قدماء اليابانيين ريحته وحشه. يالا انت ما بتحممهوش ولا ايه؟ لا لو سمحت بقى يا دولا ما تفتحش الموضوع ده تاني معايا عشان ما نخسرش بعض يا دولا. يالا انا بهدي النفوس يالا، عايز يعني اظبط العلاقه اللي بينك وبين التمثال، لان ده تمثال شرس، ده عنيف يالا، ده ممكن ياخدك مقص كده يجيبك على الارض يشقلطك. لا يا دولا، ده يعمل الكلام ده مع التماثيل اللي على الرف اللي جنبه، لكن انا لا، ده انا واخد بقى الشراب الاسود في الكاراتيه. اه يعني الكلام ده ما بيمشيش معاك انت. أوه. يعمل ده مع التماثيل التانيه. طيب اهم حاجه بقى، الشراب اللي انت خدته باستيك ولا من غير؟ لا يا دولا، هم ان شاء الله وعدوني لما اخسر البطوله اللي جايه هيدوني بقى الاستيك. بقول لك ايه، شكلنا هنقبض المكافاه وهتسقسق. الحمد لله جونا لحد عندنا والليله هيصه. دولا حبيبي لو سمحت، يعني انا عايز استشيرك في فعل امر صغير قد كده. خش على النحو خش. انا كنت عايز يعني افصل بين التماثيل الولاد والتماثيل البنات عندنا في البازار علشان ما اقعدش بقى مصحصح لهم انا بقى واسكت يا واد بس يا بنت. يعني انت عايز تبقى نايم على طول ما تصحصحش خالص يعني؟ الله، دول مسافرين خالص قاطعين تذكره ذهاب وعوده لمستشفى العباسيه. بقول لك ايه، انا هما نغشهم لحد انت ما تجهز القمصان. مساء الخير يا اساتذه. لا ما انا رايي كاب وعندي ثلاث تماثيل حطيتهم في النيش بصرف عليهم دم قلبي والله يا استاذ، ان انتوا تعملوا رفين، رف فوق للولاد ورف التاني لتحت للبنات. اه لو رف البنات تحت اوكي ماشي، عشان الولاد لو تحت هما هيقعدوا يبصوا على رجل التماثيل البنات. لا ما يصحش. لا طبعا صح يا دولا صح. وبعدين كل تمثاله تنام بقى في الكرتونه بتاعتها بقى علشان ما نقعدش بقى ذروتها. ايوه صح صح صح. طب ان شاء الله بينا بقى يا كتاكيت. ايه على فين؟ على البيت طبعا، تروحوا تشوفوا زمايلكم في عنبر سته. وحشكوش جلسات الكهرباء هناك. كهربي ايه انتوا؟ ايه في ايه؟ احنا جايب لكم مولد كهرباء عالي. مولد كهرباء ايه؟ عشان تكهربوا كلكم ليه يا كابتن؟ انتوا فاهمين ايه؟ ادوله هتشيلكم تلقى. شرفتوا عنبر ستة. الله، دولا ايه المكان اللي احنا دخلنا فيه ده يا دولا؟ ده مستشفى المجانين. ايه ده؟ ياه
انا حاسس يا دولا ان صدري انجرح. عايزه بقى ينجرح اكتر؟ اه يا دولا. شم مواس يلا. ارقص يا حضري، خرت يا حضري، اهرب يا حضري. اهو ده يلا مشجع اهلاوي، وحصل له كده اول ما لقى الحضري ساب وسافر. دهب جاوب هتكسب، دهب دهب من غير ما تتعب، دهب دهب اصل السؤال بجنيه، دهب دهب. الله الله يا دولا يا دولا، الاستاذ صادق علام اهو. يلا ده مش صادق علام، التاني اسمه طارق علام، ده بيطلع وراه بقى على طول. يلا يقعد يشاور للكاميرا كده اهو، واي حد يفوز بجنيه دهب يروح يبوس ويسرق منه الجنيه يرجعه لطارق علام تاني. افهم يلا. اعزائي المشاهدين، معانا احد الشباب في الشارع. اهلا، ازيك؟ انا الحمد لله كويس يا استاذ. هو بيكلمك انت؟ بيكلم كتفي، مش شايف الهون عند كتفي ازاي؟ فيلم ايس كريم في دليم، كان كوبايه ولا بسكوته؟ صراحه يعني انا ما اشتغلتش الفيلم من اوله عشان كان ساح مني يعني. طب انا هسالك سؤال سهل شويه، عشان السؤال لازم يبقى سهل عشان الجنيه اديهولك عشان ما يضيعش مني. فيلم المواطن المصري رقم بطاقته القوميه كان كام؟ ها، رقم بطاقته القومية صراحة ضاع منه في الحرب في 73، وهو ما عرفش يطلع رقم بديل يعني عشان البيروقراطية. لا 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 لا، تعال انت قصير. غلط؟ لا غلط طبعا، تعال انت قصير. انا هسألك سؤال قصير. مين؟ اكيد هو، ما فيش غيره. إجابة صحيحة. الله الله. اتفضل يا سيدي. اللي اقول لي معاك فكت 5 جنيه ذهب. شفت بقى شغل الناس، مش هديك الجنيه على طول، بيقول لك 5 بيعجزك. يلا لا لا، مالكش دعوه، اخرج انت برانا يا عم. انا حبيت يا عم، انا حاسس بألفة بينهم. يا ماشي ابو ألفة، اتفضل. هو حضرتك ممكن اروح افكه من على الكشك اللي هو على اخر الشارع؟ لا يلا، كشك ايه، هتفك من عنده ذهب؟ روح لبتاع الذهب يلا يفكهولك 5 بسرعه. اقول لك فكه من عند ابو حديده. انه ده اهو. ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. هو حضرتك ده صامت؟ لا ده متكلم. عايز ايه؟ صح، ده متكلم اهو. مدام متكلم يقبض اكتر طبعا. لو سمحت يا استاذ ابو حديده، الاقي مع حضرتك فكت 5 جنيه ذهب؟ لا سيبك من دي. ايه رايك لما سيح لك دوت واعمل لك منه جنيهات صغيره؟ جنيهات حديد تسيحها؟ طب تسيحها ازاي يعني حضرتك؟ يا بني ادم، انا عندي مصنع حديد هناك تحت بير السلم. هنا اهو، هنا اهو. انت مش شايف البضاعه دي كلها قد ايه؟ اتفرج عليها بقى لما تسيح، هطلع بيها عمارتين بحالهم. عمارتين؟ الحق يا دوله، ده بيقول لك هيطلع عمارتين. يلا ما تصدقش اي حاجه، دول مجانين. بقول لك ايه، ما دام هتطلع عمارتين، ما تشوف لنا شقه عندك كده لو سمحت. والله عندي اوضه شقه وطرقه عامله 1.5 مليون الا نص. اوضه شقه وطرقه. طب بقول لك ايه، يعني دي متهيألي سعرها كده عالي قوي، يعني الاسعار في المنطقه دي ما تقلش عن 3/4 مليون الا ربع يعني. الحديد غلي، الحديد غلي، الحديد ولع ولع يما، الحديد ولع ولع يما. ده الحديد فعلا غلي جدا، احنا اسفين جدا، ما كناش نعرف، احنا مش عايشين يعني وما نعرفش ان الحديد ده ولع يعني. ولع ياما. ايوه احنا برضك كنا ما نعرفش الا ان الارض بس هي اللي فيها حديد. لا ده بالعكس، يعني عندك مثلا السبانخ فيها حديد. الحديد ولع ولع ياما. على فكرة دولا، الطماطم كمان فيها حديد. الحديد احمر. احمر ياما. الطماطم فعلا فيها حديد، يا نهار جنان. طب متشكرين جدا يا استاذ ابو حديده، متشكرين جدا. دول انا ارتحت للراجل ده. يلا خلي بالك، يلا كل اللي هنا دول مجانين. ايه؟ جون! ما عرفتش اصدها، ما عرفتش اصدها. يلا يا كتاكيت، وجبه الكهرباء جاهزه. انا الاول، انا الاول، انا الكابتن والشرعي. لا مش كل شويه انت الاول، انا نفسك كهرباء، ابوس ايدك. من فضلك اديني وصله. ايه ده ايه ده، الحق دولا، دول بيتخانقوا على الكهرباء. ايوه يا ابني، عشان الكهرباء غليت والحديد ولع. ولع ياما، حديد ولع. ولع ياما، حديد ولع. ولع ياما، حديد ولع. انا الكهرباء، انا الكهرباء، انا الكهرباء. لا لا، كده عدى تلت النهار ولسه
لسه ما ظهروش. الطبيب في البازار شوفيه فين؟ كلمته اكتر من مره ما حدش بيرد عليا. يمكن المدهور اللي اسمه رمزي كسر البضاعه فعادل راح يجيب غيرها. نيفر ايفر. عادل مش كده خالص. عادل رومانسي ما بتحموش الماده على الاطلاق. يمكن عند مراته التانية يا ماما. How dare you say such a thing. ازاي تقولي حاجه زي كده؟ هتتقطع لسانتك يا رب. اولا انا لا يمكن تكون لبنتي ضره. ها انا بنتي الزوجه الاولانيه والاخرانيه. يا جماعه انا قلبي متوغوش وانا قلبي لما يتوغوش يبقى ابني في خطر. شوفي يا حماتي اخشى ما اخشاه ان يكون حصل له حادث اليم عصيب جريمه او ربما تكون ربما يكون قاعد مع اصحابه بيشيش او مع صاحباته بيشيش ومش معبرك. استر يا رب استر. طب هنفضل كده قعدانين مش بنعمل اي حاجه؟ ما ننزل ندور عليه. يعني نعمل ايه؟ نحطه على النت ونحط جوجل ونحط عادل ونعمل سيرش؟ لا انا هنزل ادور على عادل. هندور عليه في الحارات وفي الشوارع وفي النجوع. يا جماعه عادل ضاع في شارع السكوت. كويس قوي. انزلوا كده كلكم رابطه المعلم انزلوا دوروا على عادل وسيبوا لي البيت بقى استجم واقعد فيه براحتي. ولما تلاقوه موبايلات. يا سلوم. انت فاكره ان احنا هننزل مش هنرجع تاني؟ نو يا حبيبتي نو. احنا هننزل وهيرجع معانا عادل وهنجيبه واحنا منتصرين. ليه بتدوري على عادل نصر الدين؟ يا شيخه انت قلبك حجر ولا ايه؟ ده اخوكي اخوكي. ما يا ماما انتم اخوكوا تعبان قوي. واحد غاب 3 4 ساعات، ايه اللي حصل في الدنيا؟ تلاقيه بيعمل حاجه وراجع. بس حرام عليكم. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعه. الوقت وداعمنا. يلا قوموا شدوا حيلكم قوموا. بالمره هاتي السكينه من المطبخ وغزي بيها ساعه الحائط. لا انا هغز بيها عنينتك. يا اختي يا اختي سيبي منها. تعالي نروح نغير هدومنا. يلا امشي. واثناء ما احنا بنلعب بيل قامت بقى في بيليا قامت اتشقلبت كده هون ووقعت بقى في الترعه. هاي حسن يا شحاتة يا معلم. خلي الشبكة بتاعتي تتكلم. البس يا نجم. والسؤال دلوقتي أعزائي المشاهدين، البلية كانت بتعرف تعوم ولا لا؟ أكيد طبعاً كانت بتعرف تعوم، يعني بدليل إن البلي كله بيعوم. بس دي كسفت حضرتك لأنها مش عايزة تلبس المايو. زي ما دولة حبيبي كده قال بالظبط. أنا بقى قمت مقطع الجلابية بتاعتي رجالة شعن وراجل. قمت مقطع الجلابية كده وقمت ناطت في الدرعة ورا البلي علشان أنقذها. وأنت شهم طبعاً. أنقذتها وعرضت عليها الجواز بعد ما حبيتها واشترطت عليها ما تلعبش مع بقية البلي في الشارع، صح؟ لو سمحت يا دولة بص ما تقطعنيش كل شويه وانا بتكلم مع اصحابي حبايبي وبفتح قلبي ليهم. انت مش بتفتح قلبك، انت بتفتح درج البلي يا ابني. سيبه لو سمحت ابو الكباتن. سيبه سيب القائد يتكلم. قول يا حسن يا شحاته يا معلم. انا اسف جدا. اتفضل يا استاذ يا معلم يا قائد. يا نهار ابيض انا اصلي من المعارضه يعني. بقى انا رمزي مش قادر عليه. يا رب تبعت لي منه شويه اجزاء. وفجاه كل البهايم بقى والحمير قاموا معترضين. ايوان اعترضوا زيكم كده بالظبط. قال ايه؟ علشان احنا بنعمل دوشه واحنا بنلعب كوره. لا ما ممكن برضو الكوره تيجي في الازاز بتاع الزريبه يعني تكسره. وبالطبع انا بقى ما سكتش بقى ولا ازاز ولا بتاع. بس برضو هم بقى رخموا بقى وقعدوا يرش علينا ميه وقاموا شايلين طوب العارضه بتاعه الاجوان. اجوان ورقص يا حضري. اجري يا حضري. ركب خرطة يا حضري. ارقص يا حضري. يعني بعد اذنكم يا عاقلين، يعني بعد اذنكم مدام كده كده يعني عندنا المواهب ما شاء الله. الاستاذ عصام العضري والاستاذ طارق علام والاستاذ ابو حديدة والاستاذ رمزي هتلر القائد الكبير. ايه رأيكم نستغل الوقت ده ونلعب ماتش كورة؟ لو كسبنا نطفي النور وننام. اتفقنا؟ ماشي يا دولة. بس في يعني افرض ان شاء الله ان شاء الله خسرنا. لو خسرنا مش هيبقى لنا نفس نحتفل فهنطفي النور وهننام برضو. ها ماشي يا دولة ماشي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. لو ما جيتيش جون هرجعك سوق العبور، فاهمة؟ وده شوطة على السكين ولا ايه دي؟ عادي يا دولة عادي. هنخلي الجون بتاعه على شكل تلاجة. صح. ونخلي العيال اللي واقفين ورا الجون اول ما شوط يلموا هم البذر بقى. صح يا دولة. بقول لك ايه يا دولة، ايه رأيك ما نستنى شوية كده هون يمكن البطيخة تسقع وبعدين بقى علشان الماتش يبقى ليه طعم. يا ده احنا لسه هنستنى على ما البطيخة تسقع. احنا عايزين نلعب رياضة ونحل بالمرة. يلا ماشي يا دولة. خلاص يبقى تدوني وقت اسيح لكم حتة الحديدة دي وابنلكم بيها عرضة. انت الحديده دي محيراك من الاول. انت مش لسه باني بيها عمارتين؟ شكلك كده بتغش في المونه.
لا اوعى يا ابو حديده، اوعى تغش في المونه بتاعت الاجوان بعد كده علشان الحاضر ما يقعش عليه المعارضه. حاضر حاضر يا قائد حاضر. يا سلام على حنيه قلبك يا معلم. خايف انت اوعى الحاضر يا درامز. لا يا دول انا خايف على البطيخ، انا احسن العارضه تقع عليها تتكسر ما نعرفش نلعب كوره. ياد كده كده هنلعب كوره يالا، عارف ليه؟ ليه يا دول؟ عشان كل اللي هنا دول مجانين. والحين يدولع. عندك اتنين شاي مع قهوة زيادة وحلبة حصى. يا عم يا ابني يا ابني تعالى، احنا بندور على واحد اسمه عادل. عادل سعيد مصري اصيل. اه عادل سعيد يا مثبت العقل في الراس والورقة في الكراس. يا ابني في ايه؟ انا امه في ايه؟ خرج منها لابس القميص. يا سلام، طب ما هو طبيعي انه يبقى لابس القميص لان انا اللي كويه الصبح قبل ما ينزل. اه يبقى الموضوع في حريم بقى وانت اللي مسلماه. يا ابني انا اللي غسله له القميص والله. ويهون عليكي ضناكي. يو انا بقى ابقى حماته، انا اللي حاطه له زرارات في اللياتوس بتاعته. اه يبقى انتوا بقى منمرين من يوم ما اشتريتوا له القميص في فتره الاوكازيون. لا 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 الحقيقه مش احنا اللي مشترين له القميص بصراحه، سناء اخته هي اللي دفعت ثمنه واشترته له. اخته؟ يا جماعه ده انتوا عيله لحم ودم، ولا مؤاخذه المنوكير ما يطلعش من الضفر. عموما يعني هو موجود، اللهم احفظنا رب واحفظ حرمنا، في مستشفى المورستان التخصصي. ايه بتقول ايه؟ مستشفى جننتوه؟ احنا اللي جننا. ايوه قلت له هات 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 لما ربك تقول هات هات. انتوا اللي ورثه ورثه ايه؟ يلا روح نشوف. يلا أعزائي المشاهدين، باقي من الزمن 8 ساعات متواصلة وما زالت ضربات الجزاء التشجيعية هي سيدة الموقف. ها جاهز؟ جاهز يا دولة. يلا حاضري، عايزك تصدها بقك. يلا دولة. أنا خايف أشوطها تطلع قرعة. ياد البيلينج ده على السكين ياد، أنت بس سمي وإن شاء الله تبقى حمرة يا رمزي. يا رب يا رب سهلالي زي ما سهلتها لسعيد عبد الغني في ماتش هولندا والبرازيل. يا رب ماتش هولندا والبرازيل ومصر كانت بتعمل ايه ساعتها؟ كانت هي الجمهور شوط بقى. نفسي هز الشبكه بقى، نفسي هز الشبكه بقى. شبكه وبطيخ، نفسك في حاجه تانية قبل ما تشوط؟ ماشي يا دوله ماشي. شوط هشوط اهو، شوط اهو، هشوط اهو، شوط هشوط اهو، هشوط اهو، هشوط. يلا ما تشوط يلا وخلصت، ما تجننيش. ماشي يا دوله هشوط اهو، هشوط اهو. جون جت جون. فاول فاول على السرير. اطردوا لي السرده، السرده طلعوا لي بره، طلعوا لي بره. حلو عدها له بقى المره دي بقى يا دوله بقى، ده مهما كان برضو سرير محترف. لا معلش السرير ده مش اول مره يعملها، قبل كده وقع المولل على ال 12 لعيب، طلعوا السرير ده بره. يا دوله بقى هات لي بقى، هات لي قاوت ولا جورنال ولا اي حاجه. جورنال؟ ما انا لسه منديك اوف سايد من شويه. يالا هجيب لك منين؟ هجيب لك منين؟ طب بص يا دوله اديني حتى بلينتين. بلينتي ايه اللي اديهولك؟ يالا ما انا كنت جايب معايا شويه بلينتيات بس عشان الماتش طول، البلينتيات اللي عندي خلصت. اعمل ايه؟ ده بص حتى الصفارة شحنها خلص. يالا يا دول اتريني عمال تصفرني وانا مش سامع يا دولة خالص. طب بقول لك ايه، ما تستلف من الهاينز مان. الهاينز مان هاخد منه ولا ايه؟ ولا ايه يعني؟ ده راجل غلبان وانت ما تجوش غير على الغلابه. ده الراجل لسه هيجيب مسحوق غسيل ويغسل العلم اللي بيحطه في الكورنر ده وينشره عشان النهائي بكره. يالا ايه ده، هو بكره جه يا دولة؟ امال ايه، جه امبارح. يالا جاهزين؟ الحديد والحديد. يا دكتور يا دكتور اهدى الحالة جاهزة. يا بروفيسور 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 بارح ارجوك، زوجي عادل بكامل قواه العقلية. طب والماتش اللي جوه ده هنشوفه خلص ولا هنقضيها هدف ذهبي؟ ماتش يا دكتور، انا عايزة اقول لحضرتك حاجة، ان عادل ده شاب كله رياضي وما بيشربش تهجير وعمره ما دخن. بص بقى يا دكتور، بص يا دكتور، لو انتوا حاجزينه عشان الفلوس انا مش سعيد ادفع الحساب. بص ارجوك وارجوك وارجوك تخرجوه. هنخرجه بعد ما ننضف له ودنه عشان عنده التهاب في الاذن الوسطى مفوتها على الاخر. شوف يا دكتور انا لا انكر انه احيانا
فعلاً عادل كان بيصاب بحالات ذهنية متفردة، بس على فكرة ده ما كانش شيء ثابت، ده كان بيجيله كده لما يجيله اكتئاب. لكن لو نظرنا لكتاب البروفيسور العظيم إبراهيم ملوخية هنلاقي إنه تعدد الذهن ده بيحصل في الحالات اللي هي بتبقى فيها كده فيها كده. بس احنا ما نقدرش نعرف حاجة غير لما ندوق ونغرف. إبراهيم ملوخية قلتيلي على كده. بص يا دكتور، بص نعم. يا دكتور، لو أنت عايز تاكل ملوخية أنا مستعد أعمل لك ملوخية في دقيقة وتاكل صوابعك وراها، بس أرجوك 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 اطلق سراح ابني. يا حضرة الضابط أبوس إيدك يا حضرة الضابط، بريء والله بريء، ما عملش عسكري يا ضابط. مين ضابط مين؟ انتوا اللي عايزين تتظبطوا، انتوا اخر مره اتكهربتوا امتى؟ انا عارفه انا عارفه انا اتكهربت سنه 2000، يعني في غضون من 2000 ل 2001 كنت بعمل العصير لابنتي ياسمين في المطبخ، وكان اللي هو اللي بدل بيعمل العصير ده راح مفوت، فروحت لاسعه بقى. وانت يا حاجه؟ انا بقى هقول لك، انا بقى اتكهربت لما كنت بتصنت على التليفون، بس ربنا عمل فيا كده عشان يبقى في حكمه، عشان يقول لي ما تتصنتيش تاني، عيب عيب عيب. طبعا، والاخت ام الالوان المتعدده. انا بقى كنت قاعده باخد بنسولاي كده في الشمس، وبعدين انا نفسي هفتني على فشار، رحت رايحه علشان اجيب الفشار، وبمسك الفشار كده لقيت كهربا 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 وصحيتني، ومن ساعتها بقيت كده يا دكتور. طب بقول لكم ايه؟ قول يا بلا حق. اقول لكم على حاجه. قول احنا جايبين جهاز كهربا جديد بالقسط. يلا بينا عشان كهربا. عموما احنا بنعتذر، ده خطأ مقصود او مش مقصود انا مش واثق. تعتذر ايه حضرتك؟ حضرتك يعني ده انا اتمرمطت جوه، ده في واحد اسمه ابو حديده ضربني بالحديد على كتفي، من ساعتها بص مش عارف احرك ايدي خالص. كذاب كذاب. حضرتك ابو حديده ده انسان نبيل وشهم وظريف والله، وبدا من الصفر لغايه لما بسم الله ما شاء الله وصل لغايه لما بقى على الحديده. ما على الحديده يعني تحت الصفر يا ربي، كده هنتحبس تاني، كده هيدخلونا جوه تاني مع المجانين. انا نفسي ادخل جوه، انا نفسي ادخل جوه، انا نفسي. من تشرفنا بيكم، اتفضلوا انتوا دلوقتي، ولو عزناكم هنبعت نجيبكم. سيبولي تليفوناتكم. قوي قوي، هات تليفونك، هات تليفون. اتفضل اتفضل، ادي تليفوناتنا هنا كده. الله، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دولا دولا، جبت لك شريط ام كلثوم اللي انت عايزه يا عم. جبت الاطلال؟ الاطلال، ايوه هي دي الاطلال طبعا. انت شفت يالا الاغنيه دي، ام كلثوم بتقول كيف كان الحب امسى خبرا وحديثا من احاديث الجوى. شفت الكلام؟ الله يا دولا الله. الا يعني ايه الكلام ده يا دولا؟ يعني الكلام، انت مش فاهم الكلام بتاع الاغنيه؟ لا. يخرب بيت. بص يالا، كيف كان الحب امسى خبر، يعني كيف كان الحب، عارف انت الحب اللي هما اتنين بيحبوا بعض. امسى خبرا، امسى اللي هو ايه، اتمسوا بالخير عشان ايه اتاخرتوا الدنيا ليلت. وخبرا هجيب خبرك لو اتاخرت تاني، انت فاهم؟ يا دولا الله على الكلام. مين اللي كاتب الكلام ده يا دولا؟ ده الاطلال يا ابني، قصيده جامده للشاعر الكبير الاستاذ رياض الصنباطي. طب دولا يعني ايه الاطلال؟ يعني ايه بس هي دي بس اللي انا مش فاهمها يعني. الاطلال لما بيكون ايه، مثلا واحد واقف في الطل كده وعمال بيطل على واحد تاني واقف في الطل بيطل على، يعني هم دول الاطلال بقى. انا بقى كنت فاكر حاجه غير كده خالص يا دولا. شوف الزبونه دي. حاضر. اهلا وسهلا حضرتك، اي خدمه؟ عايزه تمثال ولا ورق وردي؟ انا عايزه اشوف توت عنخ امون. ايدك على 200 جنيه. انا عايزه اتفرج بس، انا ما بشتريش. لا، واحنا هنا حضرتك في المتحف، احنا هنا بنبيع بس حضرتك. كم من تافه تعثرت به ليلا. دي الاطلال صح؟ امسيت ثم اصبحت دونه صبحا. اذا الكلاب عوت لا تستغربي ولا تسألني نفسك هل هذا صوتا لبلبلي. كم من صدفة كشاعرة تلقيني أمام شاعري. يا أهلا وسهلا، شاعرة عندي في البازار، اتفضلي يا فندم. يا أهلا وسهلا رمزي، نريد 2 حاجة ساعة. حاضر يا دول. أنا الشاعرة حفيفة حب،
رئيسة رابطة الشعر الميتم. يا سلام، رابطة الشعر الميتم طبعا معروفة اللي انشاها الأستاذ سعد اليتيم الله يرحمه. أيوة، وعضو نشط في جمعية القصيدة العمياء. أيوة طبعا، القصيدة العمياء اللي انشاها الأستاذ سيد لعور الله يرحمه في قصر ثقافة الأنفوشي الله يرحمه. إيه ثراء المعلومات ده؟ أنا للأسف كنت فاكراك زي بقية العامة والدهماء اللي ما يفهموش قيمة الشعر. ايه ده ايه ده، انا ما فهمش قيمة الشعر؟ لا بقى، ده حضرتك انا حافظ كل القصائد بتاعة الشعر. عندك مثلا الاطلال اللي هي اتمسوا بالخير عشان الدنيا ليلت وهنتأخر، وبدل ما اجيب خبرك صح ولا لا؟ اين حاجة ساعة؟ روح هات حاجة ساعة. حاضر ادولة. حاضر. للأسف يا مدام شريفة الكلمة اصبحت رخيصة. انا اسمي هفيفة حب. أنا أنسة. أنا راهبة الشعر الميتم، وسوف أعيش في محرابه حتى سكنات الموت. عارفة سكنات الموت اللي هي قبل سكنات المعاد اللي هي بعد حدائق الموت؟ أيوة. بس مين يقدر؟ حضرتك أنا أقدر طبعا، لأن أنا شاعر بالصليقة مع حضرتك الشاعر عادل سعيد. عادل سعيد. عادل سعيد سعيد، انت عارف اسمك بيجمع بين ايه؟ بين العدل والسعادة. يا له من رمز. لا حضرتك ده بقى يبقى اسمي انا رمز ابن عم عادل سعيد. انت ايه اللي خلاك تتكلم؟ ايه دول؟ ولا رمز. ايه؟ روح هات الاتنين حاجة ساعة عجل. حاضر دول. حاضر. وماذا عن مؤلفاتك؟ حضرتك انا عامل 12 ديوان في البيت يعني، وحوالي 35 قصيدة فرط كده هو يعني، غير ما يستجد من افكار بتجي وانا قاعد. انت محتاج اطلالة جديدة، اشراقة يومية. من الممكن ان نتقابل ونقرأ اشعار بعضنا البعض ونتعرف على بعض اكتر. حضرتك ممكن اخد منك رقم موبايلك؟ انا اكره الحياة المدنية. موبايل، كمبيوتر، خلاط، الآلة هرست الانسان. هرسته. يولع يولع، يستاهل يتهرس طبعا. حضرتك يعني طيب بقى كيفية الوصول ليكي هعمل ايه يعني؟ من الممكن ان تجدني في خلوتي الشعرية من الساعة 5 لـ 6 في المطعم اللي جنبك. طيب هل أستطيع أن أشاطرك بعض اللحظات في المطعم؟ بس كل واحد على حسابه. حضرتك أنا ممكن أعزمك. من فضلك يا أستاذ عادل ما تحاولش تفرض سلطتك الذكورية عبر استخدام المال. خلاص يا فندم، كل واحد يحاسب لنفسه، ما تزعليش. وعلى لقاء. على لقاء. دولا دولا، انت خدت من البت دي 200 جنيه ولا لا؟ يا ده مش مهم. يا لا رمزي، لا مش مهم، يا روح اجيبها لك من شعرها كده. وانا ايه العنف اللي طلع لك فجأة ده؟ ما انت طول عمرك مسالم واهبل والناس بيضحكوا عليك. مش مهم يا لا، وبعدين القسوة دي ما ينفعش تبقى مع شاعرة رقيقة. دولا انا خايفة سيكون حبتها دولا من ورايا. لا لا احبها ايه يا لا. دي اختي في الشعر، ما تجوزليش يعني. في البازار كان اللقاء وهمس الأشعار، في البازار كان رمز الحمار، في البازار التقت المواهب كالأنهار، فرعا رشيدا وفرعا دمياطا، وكانت تحمل الكتب تحت الباطن. وفي البازار زي ما قلنا قبل كده كان هناك رمز الحمار. هو ايه ده؟ دي مذكراتي اليومية بكتبها يعني بشكل شعري كنوع من أنواع السرد. وانا بقى كزوجة فين من اشعارك دي؟ حبيبتي تعايزاني افضح بيتي في اشعاري؟ الاشعار دي ممكن تتنشر في اي لحظة يعني. طب وايه بقى التقاء الانهار وفرعي رشيدة ودمياطة دول بقى؟ دول يا حبيبتي كناية عن الحدث اللي حدث النهاردة. لقد اصبحت غامضا يا عادل،
ومع ذلك انا عايزاك تفضي نفسك بكره الساعه 5 عشان تيجي معايا عند بنت خاله مامي عشان سبوع بنتها تومادر. تومادر خلفت التوأم ما شاء الله. لا يا حبيبي ده اسم تركي مركب. اه بس يا حبيبتي معلش يعني مش هينفع اروح معاكي لان عندي مواعيد هامه جدا. يا سلام، مواعيدك اهم من علاقاتي باسرتي؟ علاقاتك باسرتك ايه بس؟ انا مش فاهم، اسرتك كلها مرميه عندي بره هنا اهو، هتقولي لي علاقاتي باسرتي؟ وبعدين يا حبيبتي انا الشعر ده كل حياتي وانا عندي فرصه ان انا اقابل توام الشعري. اه على فكره يا عادل بقى الشعر حاله متفرده بذاتها ولا يعتمد على الثنائيات. ازاي بقى؟ ما انت عندك اي شاعر في الدنيا بيعمل ايه؟ بيبقوا اتنين شعراء بيكتبوا مع بعض، تلاحظي حتى البيتين دول بيبقوا مكتوبين كده اهو، والشاعر ده شغال في البيت ده والشاعر ده شغال في البيت ده على طول. يا عادل يا حبيبي دي كانت فتره بدايات تكوين المدارس الشعريه، لكن المدارس الشعريه دي خلاص انقرضت يا قلبي. انقرضت ايه اللي حصل لها يعني؟ وقعت في الزلزال؟ لعلمك كل الشعراء بيكتبوا اتنين مع بعض اتنين مع بعض، يعني عندك مثلا صلاح وجاهين وعندك بيرم والتونسي، برغم ان بيرم والتونسي ده واحد كان من تونس واحد كان من بيرم بس كانوا بيتقابلوا يكتبوا مع بعض عادي يعني. الله، على فكرة يا عادل أصبحت معلوماتك في الشعر فظيعة. أنا عارف طبعاً، بس على فكرة مش أنا لوحدي، أنا النهاردة لما قابلت توأم الشعري بنفس القدر من المعلومات اللي عندي عندهم يعني. على فكرة أنا أدعوك بالتمسك به. من غير ما تدعوني، أنا عندي ميعاد الساعة 5. خلاص وأنا هضحي وأروح لتومادر لوحدي. طبعاً أنا معاك جداً. طب انا اعمل ايه بقى في ديواني ساهاتفك ليلا؟ لا ديوان حضرتك ساهاتفك ليلا ده حضرتك يعني متهيألي معبر عن نفسه، ممكن تنزل عليه اعلانات موبايلات وممكن تنزل برضو كمان اعلان بتاع هاتفني شكرا يعني. حضرتك قلت لي الديوان بتاعك اسمه ايه؟ يا فساتي بحر. يا فساتي بحر. بس احنا كده بنهوي بالشعر لقاع المجتمع. حضرتك احنا لازم نبقى مع الشباب ومع التجديد، مش معقولة هنسيب الولاد والبنات طول الوقت بيبعتوا لبعض مزدات يعني. احييك جدا واربط على كتفك. انت بعت القضية يا هفيفة. ومش بعت سيئي موبايي وتبقي الشعية اشتايي. وبكرة تبيع موهبتك على أرصفة الحياة المدنية. يبقى في العتبة بقى ايه فرد على الرصيف كده وبتبيع أشعار عادي جدا يعني. أنا ماشي. وانا كمان ماشي. يا شعرة مش معقولة يعني تزعلوا نفسيكوا عشان ايه؟ ده اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية. يا شاعر يا شاعر بعد اذن حضرتك، حضرتك الاسم ايه؟ انا ما تعرفتش. انا الساعي ابراهيم زغيوي. يعني بتمضي كده الساعي ابراهيم زغيوي؟ يا عيني يا شاعر، شكرين او شكرين. لا تغضبي لا تغضبي، الجو خلاص تلوث، مش ممكن الطاقة السيئة دي، ابناء الجيل الواحد بياكلوا في بعض. والله يعني عارفه حضرتك انا سعيد جدا ان انا قاعد مع موهبه فظيعه زي حضرتك، ما تتخيليش مدى سعادتي يعني. استاذ عادل انا كمان حابه اعرف موهبتك اكتر، ممكن تسمعني حاجه؟ طبعا ممكن. كانت هفيفه في البدء زبونه، كانت تتحدث برعونه وتقول الله هما هيخوتونا. الواد رمزي قال لي ايه ده؟ دي مجنونة؟ قلت له لا انها جوهرة مكنونة، وانا وهي اصبحنا زي الليفة والصابونة. يا للهوس لم تسمع اذني شعرا من هذا من قبل. بصراحة انا ما سمعت الشعر انضف من كده. على اساس الليفة والصابونة بينضف الودان يعني. استاذ عادل يبدو أن الانسجام متبادل والتلقي ملتحم والتعاطف منسجم، وأنا بصراحة كبرت بقى خلاص كده يعني. أيوة حضرتك يعني قصدك إيه بكبرت يعني؟ عادي إحنا إخوات يعني كشعرة لازم نساعد بعض يعني. شعرة يبدو أنك خجول وما بتعرفش تعبر عن مشاعرك زيي. لا والله انا بحس يعني عارفه حضرتك ان المشاعر اللي بتيجي بسهوله بتمشي بسهوله يعني. استاذ عادل ايوه انت عارف طبعا ان لحظه المخاض الشعري دي ممكن تيجي في اي وقت. ايوه ولطيف قوي انه البني ادم يلاقي حد يسمعه في اللحظه دي، وما بالك بقى لو كان الحد ده طقم الشعري.
ايوه عارفه حكايه الطقم الشعري ده. انا ياما موضوع اللي هو الاشعار يعني ما كانتش بتيجي بسهوله عشان ما كنتش لاقي توام الشعر يعني. سبحان الله بس يعني عارفه لقيتك اهو الحمد لله فادي يعني ممكن تبقي توام الشعر يعني. تسمح لي انك تكون اذني الثانيه في لحظات مخاض الشعر؟ يا سلام انا كلي اذان صاغيه. اتفضلي حضرتك. مش حابه يعني ابقى بتقل عليك. لا حضرتك مش بتقل عليك بتزنقي هي يعني بس يعني اتكلمي يعني. لا 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 خلي اللي فيه لي في كيس اسود هاخده معايا البيت. واضح ان حضرتك بتجري على شعره صغيرين. ايه اخويا الصغير ساب المدرسه واشتغل شعر، واخويا الاصغر منه معدي بلون خراطه ودلوقتي سارح بيكتب نثر، واختي ايوه مالها اختك؟ مقضيها قصص قصيره. يا ما شاء الله يعني البيت كله يعني شعراء يعني الواحد يحس كده ايه بيت الشعر يا بيتنا على بابك قصايدنا بيت الشعر يا بيتنا. عادل عادل اصحى يا حبيبي الباب بيخبط. ده مين اللي هيجي لنا الساعة 3 الفجر ده؟ أشوف. أيوه دولا حبيبي محتاجينك يا عادل. أنا في حالة مخاض شعري أرجوك ساعدني. ادخلي سخاني مية يا مرات عمي بسرعة في طلع شعري دلوقتي. والولادة الشعرية القيصرية دي ما تجيش إلا في نصاص الليالي يعني. مين دي يا عادل؟ دي الأستاذة هفيفة حب توأم الشعر. إنه ينطق باسمي، إنه يتبارى بحروفي. مين دي؟ ابعدوا عنها دلوقتي، إحنا بصدد ميلاد قصيدة جديدة. وأنت نفسك في ولد ولا بنت يا دول؟ أحتاج إليه بين سكنات الليل وهزيع الزمهرير. هتزيها دي بان عليها مذيعه. لا الحقها يا عادل حرام، دي هتموت. هاتوا دكتور. لا هي مش محتاجه دلوقتي دكتور، هي محتاجه مدرس اول لغه عربيه. انت طبيبي، انت ملاذي، انت حبيبي، هازي انت دوائي وابكازي. انت بنتك مش معديه لليلادي يا ماما. يا حبيبتي اعرفك انا المدام، حضرتك بتعكسي جوزي قدامي. لا رانيا بتعكسني ايه يا رانيا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا يا ماما دي شاعره. شاعره ايه؟ دي خيانه معلنه. اتلميت عليها في انه عصر الثقافه دي؟ عصر ايه يا حبيبتي؟ دي تربيه حواري. لا يا ماما دي ست مجنونه، اطلبوا لها مستشفى المجنونات. لا بلاش مستشفى المجانين دي يا دوله والنبي. اه طبعا خايف تتمسك انت جبت. بينها بتخرف. طلعوا بره. ايه الاوفر بتاعك وسخن قوي؟ بتحط ايدك على بوتاجاز؟ انا ما اسمحش، ضمير الشعر ما يسمحش انها تطلع بره. شفتي يا مامي؟ شفتي خايف عليها ازاي؟ هيموتني. ارجوكوا مش عايزه عطف او شفقه من حد، جنبات الليل اولى بيا. خلاص يا جماعه انا هوصل البت دي يعني. يلا قوم يا بت، او بالمره تغسلي هدومي في البازار. بت ايه وتغسل لك هدوم ايه؟ انا هاجي معاكم. لو رحت معاها هترجع مش هتلاقيني. انا بقولك خلاص رمزي خدها وانا صاحي طول الليل، لو حصل اي حاجه كلمني. ها حاضر يا دول. على لقاء. على لقاء. على لقاء. ما حدش هيفهمني ابدا بقى. بقول لك ايه، انا عايزه تفسير مبرر ودقيق وواضح للعلاقه دي. رانيا انا قبل كده قلت لك ان انا اخيرا لقيت توأم الشعري. ايوه صح انت قلت لي، بس انا كنت فاكراه راجل مش ست. الشعر ما يعرفش راجل ولا يعرف ست، في النهايه هي شاعر. بقول لك ايه، الست دي مش طبيعيه وبتحبك.
تحبيني ايه يا ماما؟ دي توأم الشعري لا يجوز شرعا. ده من وجهة نظر حضرة جراب سيادتك، لكن من وجهة نظر الطرف الآخر فهي تعشقك حتى اخمص القدمين. لعلمك بقى أنا ما لعتش الجزمة قدامها. بقول لك إيه؟ ما تجننيش، أنا ست وأفهم الست كويس، الست دي ما تشوفهاش تاني. بصي أنا ما أقدرش أوعدك، لكن أوعدك إن أنا مش هقابلها غير في الندوات الشعرية فقط. عشر سنين بكتب شعر عن الحب والمشاعر ومعرفش ايه، ومفيش حتى تنتوفة راجل رقعني صفارة معاكسة وانا ماشية. شباب مصر شباب محترم، يمكن مش عايزين يجرسوكي في الشوارع. يا سلام، جت علي انا بقى يا اخويا اللي مش عايزين يجرسوني، ما يجرسوني ولا يبهدلوني ولا يعملوا فيا اي حاجة. رانيا كان عندها حق. طيب انا هضطر استأذن انا بقى. يعني لا اما اتجوزك يا اما تقتليني. بالنسبه للجواز مش هينفع، تقتليني الحقيني واقتليني. حاولي. هفيفه المهفوفه تهفت في دماغها وجايه وراها ومعاها سكينه وعايزه تقتلني. طبعا طالما تحب واحد زيك تبقى لازم تكون مجنونه. شفتي يا عادل؟ قلت لك انه في حب انثوي صاروخي، قلت لي لا ده حب شعري، ما صدقتنيش. بابا افتح الباب. لا لا يا قوي تفتحي الباب، لا تكون هي. بليز. خليكوا محدش يعمل اي صوت خالص عشان لو هي ما تعرفش. ها محدش يعمل صوت. دلوقت رمزي. مين؟ انا رمزي يا دولا. في حد معاك يا رمزي؟ لا انا لوحدي خالص، وجايب لك ايراد المحل كمان، افتح بسرعه. ايه جايب لي الايراد دلوقتي ليه يعني؟ يا حبيبتي اهدي بس، انا والله متفهمه موقفك كأنثى مجروحه، لكن العقل اسلم في المواقف دي بكتير. عقلي ايه يا ماما؟ دي خلاص بقت في الجمالات كرسمي. استهدي بالله يا بنتي، دي اساسا محتاجه زار يطلع العفاريت من جدتها. هو انا مش واحده ومن حقي احلم واتجوز واسيبني من الشعر والكلام الفاضي دي. انا كعب رجلي مبرق من اللف في معرض الكتاب. وايه خدت ايه؟ قولي لي خدت ايه؟ انا عايزه راجل كده اتجوزه ولما يرجع يلاقيني مش طبخه يرقعني على لو على قد ألمين ما تيجوا، لو على قد ألمين انا تحت امرك يعني. وايه المبرر الدرامي؟ لازم تبقى جوزي. ما حضرتك بحثك عن المبرر الدرامي وعن الثقافه دي هي اللي مودياكي في ده يا حضرتك. يا حبيبتي معلش سد الجواز اتاخر، انا عايزاكي بقى تصمدي وما تتهزيش. ما تتهزش ايه؟ دي خلاص دي طايره. يعني هو لازم جواز؟ ما تعيشي حياتك على النت. انت الحبيب وانت الدواء، هيا بنا على المخزون. طب ما انزل اجيب المخزون هنا بدل ما يهرب منك تحت يا بيه. تعالوا يا دكتوره، اهي بنت المجانين اهي. انتشروا. حرام عليكم، سيبوني بقى انا عايزه اتجوز. تاني يا حفيفه تاني؟ ده رابع راجل تحاولي تخطفيه. ها رابع راجل، انا بقى هرجعك تاني يا اختي وهتهربي. كهربا؟ لا والنبي لا، بخاف من الكهرباء. نو كهرباء. لا يس كهرباء. كهرباء وهات فرده هنا، هات فرده. خدوها. يا ام ميرفة. اسكت يا ام عادل، ده ربنا ستر. والله انا لسه بفتح باب الشقه يا اختي وبطلع كيس الزباله جنب الباب، لقيت المدهوله المجنونه بنت المهابيل دي ماسكه سكينه والدهولي ده قدامها. قلت يا لهوي في مصيبه هتحصل، على طول على التليفون. ايوه ده سعاد الغالي عندي. امال ايه؟ اصل انا اعرف المهابيل دول كويس قوي، لان سلفت ابن اختي كانت مجنونه بعيد عني، ولعت يا اختي في نفسها بالجاز وولعت في البيت كله. الف سلام عليك يا سعاد وعلى اهل بيتك يا اخويا. الله يسلمك. ايه حكايه المجانين دي يا دكتور؟ مش عارف اقول لكم ايه يا استاذ. خدوا بالكم من عيالكم. الله المجانين بقى مالوا البلد. الله، ودي بقى ممكن تهرب وتجيلكم في اي وقت تاني. تهرب ازاي يعني حضرتك؟ هو مش حضرتك مدير المستشفى؟ ايوه. طيب ازاي تسيب واحده مجنونه زي دي تهرب، ولا واحد مجنون زي ده يهرب من عندك من المستشفى؟ ايه ده انا دول؟ عايز حضرتك ده مجنون. لا 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 امسك.
ينفع الكلام ده معلم مقبره؟ ابقى مربط معاك بعربون وتروح تدي البضاعه لحد غيري؟ خيرها في غيرها معلم عادل. واحد جالي وفلوسه كاش وانا كنت مزنوق. يعني انت مزنوق تزنقنا انا؟ طب على الاقل اديني نص البضاعه يا معلم. بس يا عم عادل انت راجل طلباتك قليله من الاخر كده، ما انتش قد البيعه دي. واتفضل يا عم، ادي عربونك اهو، وانزل بقى من على ودني. انزل من على ودنك؟ بتبيعنا مقبره؟ ده شغل، والشغل ما فيهوش يما ارحميني. وانا بقى غلطان ان انا اشتغلت مع واحده فندي زيك. ماشي يا مقبره، انا بقى مش هخليك تبيع حته جعران واحده في المنطقه. ودلوقتي اطلع بره. ده انا ادفنك. انت ما تعرفش انا مين؟ ده انا مقبره. عارف وخايف يعني، ومع ذلك اطلع بره بسرعه. وحدوه. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. الحمد لله بقى يا دوله انك خدت عربونك من اول وجديد. احنا بقى نروح لاخوه مدفنه ناخد البضاعه اللي احنا عايزينها كلها. انت بتتكلم ليه؟ انت بتفكر ليه اصلا يعني؟ المهم دلوقتي السيزون خلاص قرب يبتدي وما عندناش بضاعه جديده. طيب ادول احس بقى ان يعني الفلوس معاك كلها يعني، فانا عايز ورقه ب 20 جنيه عشان اجر مستكل بحر اللي هو جيسكيكي. جيسكيكي؟ وهتعمل ايه بالجيسكيكي؟ هتروح تركبه في الحاره اللي ورانا ولا هتيجي تتفسح بيه هنا في الحمام؟ يا دول بقى عايزين نتفسح بقى يا عم، ونقفل البازار ده شويه بقى. عايز تتفسح يعني؟ انت عايز فلوس يا رمزي؟ اه يا دول عايز فلوس. طب ايه رايك بقى مخصوم منك 20 جنيه وادخل دلوقتي على البازار، عايزك تنظفه، عايزه بيبرق. ايه يا دولة؟ طيب انا مش عايز تديني فلوس يا عم. ما تدينيش، بس ما تقعدش تخصم لي بقى. تخصم لي بتاع ايه يعني؟ بتاع فول، بتاع اللي بتاعه، مالكش فيه. عايز حاجة؟ ماشي ماشي يا دولة. بص على العموم يا عم، نتكلم بعدين يا عم. ايه اللي نتكلم بعدين؟ وانت صاحبي جاي تصاحب عليا تقول لك اتكلم معاك بعدين؟ يلا 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 يلا، اتكل على الله، غور من وشي غور من وشي. ماشي ماشي يا دول، حصل خير يا عم حصل خير، انا هستحملك. ماشي. تستحملني بتاع ايه؟ ده انا اللي مستحملك بالعافيه يا رمزي. بص انا العفاريت الزرق بتتنطط في وشي من المقبره اللي كانت. يلا اتكل على الله اتكل على الله. طب ايه دول عايز اعمل لك ايه؟ طيب بقى اهدى كده، اهدى يا عم اهدى. اهدى ولا ولا ابعد عن وشي. غور يا رمزي غور غور. ماشي 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 ماشي، براحتك اضرب براحتك. ماشي خد تعال خد تعال تعال. عايز ايه انت بتبرطم؟ بتقول ايه؟ بقول لك ماشي واضرب براحتك. ماشي. انا فاكرك بتبرطم. يا صباح الخير يا اللي معانا. يا صباح ال... لا يا معلم رمزي، في ايه؟ بهزر معاك، مالك يا عم؟ انت متضايق ولا ايه؟ حتة والله يا دولة، ده تعبني قوي قوي يعني، وخايف اشد عليه يتقطع. لا يا عم شد عليه، ولو اتقطع ابقى رفيق. يا صالح يعني صالح. انا هفضل بس مستحمله لغايه امتى بس؟ روح يا حتة والنبي، روح هات لي اتنين شاي. اتنين شاي؟ انت مستني حد يجي لك ولا ايه؟ لا اصل انا هقعد بس اكلم نفسي شويه فهنزل لها. ايه رايك يعني؟ احنا بنعمل واجب مع الناس، مش هنعمله مع نفسينا؟ الباشا ما قاليش بقى نفس سكرها ايه؟ نفس سكرها زياده حتة. الباشا باشا امرني. الاعتصام بكره قدام مكنه سته، الخراطين قدام، اللحامين ورا، واحنا رئيس زكريا. انتوا قسم التغليف يعني في اخر المظاهره، انتوا الفينش بتاعها. بس ممكن سليم البدري يحلنا بجزمته. سليم مين وبدري مين يا عم؟ انا معايا تليفون زينهم السماحي، هكلمه يلغي طلبها. ايوه بس زينهم السماحي مشغول مع قمر السماحي، اتطلقت ورجعت شايله عيلين على كتفها. عملها ابن البدري وطلقها، بس ده مش مهم، المهم هو الاضراب والاعتصام، لان ده هو ده الحل. احنا مش اقل من عمال مصنع المكرونه الاسباجيتي اللي غيروا خطه انتاجها وخلوها مقصوصه. بكره يا جماعه التجمع بتاعنا بعد ماتش الزمالك، طبعا كلنا زملكاويه، يعني هنتغلب، دمنا يتحرق، نروح نفش قلبنا في سليم البدري. خلاص اتفقنا، اليوفط بكره تكون جاهزه يا جماعه. يلا سلام يا رجاله. سلام سلام. استنوا اخرجوا واحد واحد. يلا بقول لك يا رئيس زكريا، الاضراب بكره مش كده؟ ها مش كده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب سلام بقى بكره بقى، ها بكره الاضراب. ها ماشي متفقين ماشي. طب سلام بقى سلام. ايه يا حته؟ ايه فين الشاي بتاعي؟ ساعة؟ يا عم حاضر. عندي عندي ده يا رئيس زكريا. رئيس زكريا؟ انت عرفت اسمي منين؟ يا عم انا سامعكم من الصبح يا عم، وانتوا عمالين يعني تتكلموا على الاضرابات والاغتصابات. اغتصابات ايه؟ هتخرب بيتنا. اسمه اضراب. اضراب؟ انتوا هتضربوا مين طيب؟ هتضربوا حد غلس عليكم؟ غلس علينا ايه بس؟ انت في سنه كام يا ابني؟ ما روحتش مدرسه. يا ابني احنا عمال مطحونين،
ايه عمال مصنع زهره؟ زهره ايه بس يا ابني؟ يا ابني افهم، احنا عمال مدخولين طالع عنا شغالين ليل ونهار، اصحاب المصانع بيلموا الغله واحنا بيتمص دمنا. اه ما تفكرنيش بقى وتقلب عليا المواجع بقى بالخصومات بتاعه الدوله اللي عماله ترف على دماغي. الاخ عامل برضو؟ اه عامل جمعيه انا والواد حته ب 35 قرش، بس شكلي كده هتزنق ومش هدفعها من الخصومات بتاعه الدوله دي. لو احتجت لاي حاجه انا تحت امرك، ولو انت حاسس ان انت مظلوم ما يهمكش، اعمل اضراب. اضراب؟ لا يا عم لا، ما اقدرش انا اضرب دوله، ده ايديه قويه قوي. يا ابني افهم، اضراب يعني تمتنع عن الاكل، عن الشرب، عن العمل، عن كل حاجه، ترفع يوفط اعتراض على مصنع دوله ده اللي واخد حقك. ايوه بس حضرتك يعني دلوقتي انا لما اجوع وارفع اليوفط دي انا هصرف، يعني انا هستفيد ايه؟ يا ابني مش مهم، المهم ان انت هتثير الراي العام ضد مصنع دوله ده اللي واخد حقك. الناس من اسكندريه لاسوان هتمشي وراك وتهتف يسقط دوله يسقط دوله يسقط دوله. شايف الصوره؟ اه شايف. انا فين؟ انت اللي هناك اللي شايلينه على كتافهم ده. طب تفتكر يعني بقى دول هيشيل لي الخصومات؟ مش كده وبس، ده احتمال كمان يديك علاوه. لا 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 ما تقولش بقى يا ريس زكريا، لا لا ما تقولش يا ريس زكريا. ايه؟ اسكت ما حدش يعرف اسمي. بص يا حبيبي اهو، باصص اهو، ده قانون العمل، عايزك تقراه كويس وتحفظه صم، وبعد كده تحرقه. ده يعرفك اللي ليك واللي عليك. سيب بقى، انت مش انت هتدوني بقى بتاعي. سيب بقى يا ريس زكريا بقى، سيب بقى. انكل رمزي فين ابوك يا بت؟ استاذ عادل كنت عاوزك في موضوع. ده ايه اللي جابك هنا اصلا يلا؟ يلا انا ايه ليا اسم تندهل بيه؟ ليك اسم وكمان عرفت اسمك، فاضل بقى كمان تكون عرفت سنك. اه في اكتوبر اللي جاي ان شاء الله هتم 27 سنه. اكتوبر؟ وانت عارف اكتوبر ده اساسا اللي قالك عليه؟ يعني قالك ده شهر ولا كوبري؟ شهر يا عادل، وبالاماره بيجي بعد رمضان. اه ما هو ده يا عادل عيد اكتوبر المبارك. طب اقعد يا رمزي، اقعد عشان مش قاعد. طول ما انا في بيت الراجل ده هو انا مش هقعد، علشان لو قعدت يبقى هتنازل عن حقوقي. ما انت طول عمرك قاعد واكل شارب نايم يا عويل، وبعدين وهنتحايل عليك عشان تقعد ان شاء الله وعمك ما قعدت. اطلع بره يا جماعه، استهدوا بالله كده هو انا جاي اتفاهم بشكل ودني. ودنك زي ودنك عمر بالظبط، يعني انت جاي فرحان بودنك ولا ايه؟ في ايه يا هلا؟ مالك يا ماشي ماشي الشر يا ولاد انتوا اخوات، في ايه؟ والنبي يا حاج انعام خليكي في الملوخيه اللي انت بتقرطفيها دي. ده انا ارطف ودنك، ارطف ودنك، ترك ودن الا ماما يا قليل، يا الا ماما يا قليل الادب. اهدي اهدي يا ماما. اهدي يا سناء، عايز ايه يا رمزي؟ يا انت بتتريق على طشه ملوخيتي؟ طب انا كنت هديك طبق، لكن عشان قله ادبك دي ولا لقمه هتاكلها. انا الحمد لله مش مستني احسان من حليتك. ارطافي 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 ولا لا، ده كده زادت عن حدها. كل يخش جوه، كل يخش جوه، سيبونا انا اتصرف معاه بقى. بيبي ما تستخدمش معاه العنف، الواد ده تلطشه بس. انا هتصرف، هستخدم معاه طريقه ترويض الجحش. طيب يا رمزي خش جوه، كله جوه، كله جوه، كله جوه، كله على اساس ان انت واحده منهم ولا ايه؟ تعالى هنا. بقول لك يا استاذ عادل ما تمدش ايدك، انا عارف كل حقوقي. حقوقك طبعا. ما تمدش ايدك. ايه هلا؟ في ايه؟ عايز حقي. عايز حقي؟ ده كده مش رمزي، كده هاني رمزي. بص بقى، ولا هاني رمزي ولا سهير رمزي، ما تنسنيش بقى وتلخبطني الاسم اللي طول عمري بحفظه. الله 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 الله، ده القوالب نامت والانصاص قامت، القطه كلت عيالها ولا في ايه ده رمزي؟ بقول لك ايه، ما تقاطعنيش وانا بتكلم. لا ده انا مش هقاطعك، ده انا هقطعك ياض، هقطعك. في ايه ده رمزي ياض؟ ماشي، انا هروح بقى اشتكيك لنقابه المعلمين. ده على اساس ان انا المعلم بتاعك. اه ماشي، اشتكينا يا رمزي. هشتكيك ماشي، اشتكينا. غور ياض يا رمزي ياض. وهقول لهم على دي كمان على فكره. هتقول على دي؟ اه. طب قول لهم بقى كمان على ده. ماشي ماشي ماشي. استنى ايه هتكتب؟ اه هكتب. وعدد واحد قلم؟ واحد قلم. سلام. الواحد يجي كده يصطبح اجانب داخلين جوه البازار.
ايه ده؟ لا للخصومات لا للكشري، نعم للرفق بالحيوان، تماثيل البازار تؤيد رمزي. هو انا وقعت في مظاهرة ولا ايه؟ مين الحيوان اللي علق اليوفط دي؟ انا اللي علقتها. يا سلام، انت اللي علقت، بتشوه سمعتي قدام السياح. انا عامل اعتصاب ومش هقوم غير لما تنفذ كل مطالبي. ما انت مطالبك اتحققت، انت مش كاتب يافطه وكاتب عليها ايام دونكي، يعني انت حمار. خلاص عادي جدا، عايز ايه تاني غير انك انت تبقى حيوان ونعم بالرفق بالحيوان؟ عايز ايه تاني؟ ماشي يا دولا، اقعد اغلط اغلط ومش هتزحزح من هنا خالص. يعني مش هتقوم خالص؟ طب تعالى بقى، تعالى بقى انت. او ماي جاد، ماذا تفعل بهك الجحيم؟ هذا ليس شأنك، هذا ليس شأنك، انني اتصرف معه كما شئت. طب النجدة النجدة، اغلق فمك ايها الوغد، سأقتلك سأقتلك. يا إلهي، إنه يلكمه في مؤخرته. هل أنت أتيت في جمل؟ فلألكمه. اضرب برزقه فإني أتألم. إنني أريد أن أعلمك. أنت فقدت صوابك، هذا العمل عواقبه وخيمة. رخيمة وخيمة، أنت لا تدري يا جون ماذا يفعل به. إنهم مرمطني لقد طلع ماي آيز. يوجد قانون يمكن أن تقاضيه لحاكم الولاية. ولاية؟ وده يفهم ولاية؟ ده مش فارق خالص. اضرب برفق فإن بنطالي يتفتأ. سوف أرفيه لك يا روح خالتك. صحقا، ماذا فعل لكل هذا؟ لقد فعل حاجات كتير محدش ليه دعوه. انت يا عم ايه؟ انت جاي لي من المسرح الاوروبي ولا انا سحبت سلطتك عليا؟ ملوكش دعوه ملوكش دعوه ملوكش دعوه. الغوث الغوث النكدة. اتنين شاي على ميه بيضة يا حته والسكر بره. حاضر يا باشا. دول عندي يا حته. امورنا يا معلم رمزي. ما يصحش، انت عامله بدون ماء. يا عم ربنا على المفتري. ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا عينك. ونعمه بالله، بس يعني يا خواجه انا اعمل ايه بعد كل اللي انا عملته ده؟ اترك لي هذا الامر، فانا اعمل مراسل في قناه خد حقك، وسوف اتبنى قضيتك وسوف تحصل على جميع حقوقك. مستر رمزي، اعلن قضيتك امام الراي العام العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حضراتكم، يعني انا واخويا على الغريب، وانا وانتم واخويا والغريب على ابن عمي اللي هو دولة. يعني بداية موفقة. منذ متى وانت تعمل بالبازار؟ حضرتك يعني منذ طفولة اظافري. ياما وقفت جنب دولة حبيبي دون في ازماته اللي انا كنت دايما بحققها له يعني، وياما رحت جبت له كياس كشري وعلب، وساعات كنت بقضي مشاوير تخص مراته اللي هي ام ياسمين رانيا. وما هو راتبك الشهري؟ حضرتك انا بشتغل معاه بلقمتي حضرتك. اذا هي السخرة تعود من جديد. هل كان يعتدي عليك بالضرب المبرح؟ لا هو الحقيقة يعني الضرب ما كانش مربح ولا حاجة، يعني ما كانش بيحاسبني على الفلوس يعني بالإقلام يعني ولا اي حاجة، ويا ما خدت منه إقلام وشلاليت وما ادانيش ولا اي فلوس. اذا هو عهد المماليك يعود من جديد على يد المملوك عادل سعيد. حضرتك انا ممكن بس يعني اضيف حاجة صغنطوطة كده يعني. أنا من ضمن يعني أسباب اعتصاني وقوفي مع حضراتكم دلوقتي نومتي حضرتك. يعني أنا ياما قلت لدول حبيبي هات لي مرتبة سفنجة علشان أنا بحب أتنطط وأنا نايم يعني بالليل. دعنا نتكلم في صلب قضية رمزي، هل كنت لا تعطيه راتبه الشهري؟ حضرتك انتوا ممكن تسألوا حتة اللي شغال في القهوة اللي جنبينا، قولوا له أنا بدفع مشاريب لرمزي قد إيه يومياً؟ بدفع له 7 جنيه. تخيل حضرتك بيشرب الكوكتيل وهو مش مقتنع إن الموز فاكهة، بيشيل الموز وبيرميه، حتى ما بجيب له حواوشي وده مفروض وجبة ضخمة يعني، بيرمي اللحمة اللي جوه العيش وبياكل العيش حاف يعني. وماذا يقصد بهذا التصرف الغريب؟ حضرتك أنا مش عارف هو يقصد إيه، يمكن مثلاً عامل نفسه نباتي ولا حاجة حضرتك. وماذا عن المبيت الغير آدمي بالبازار؟ لو حضرتكوا يعني تقصدوا موضوع المرتبة السفنجة أنا هقول لكم على كل حاجة. صل على النبي. عليه الصلاة والسلام. هو جالي من فترة كده وقال لي أنا عايز مرتبة سفنجة، قلت له ما عنديش مشاكل يا رمزي، يعني عادي جدا حقك أجيب لك مرتبة، بس أنا حبيت أجربه الأول في يعني بتاع دي مخدة سفنج. جبت له المخدة السفنج، تتخيلوا عمل فيها إيه؟ يا ترى إيه؟ عمل ايه بقى يا سيدي؟ فك المخده السفنج وخد منها السفنج وبالموس قعد يقطع السفنج حضراتكم ماشي عشان يعملوا كوره شراب. السؤال يطرح نفسه، يا ترى جاب الشراب منين حضرتك؟ يعني جاب الشراب، انا مره كنت داخل يعني اتوضى فقلعت الجزمه والشراب، خرجت لقيت فرده شراب واحده لدرجه ان رجلي التانيه خدت برد. وممكن تسالوا الراجل اللي هو شغال في الاجزخانه اللي جنبينا يعني، لان انا خدت منه قبل كده يعني مضاد حيوي بتاع البرد. ايه ده؟
ده نمرة البيت. البيت بيتك الأستاذ محمود سعد. ألو ألو. أيوة أستاذ محمود. يا أستاذ محمود حضرتك يعني أنا بتصل كتير جدا بالبرنامج بلاقي التليفون مشغول. ها؟ لا حضرتك ضرب إيه معقولة هضربه يعني حضرتك؟ لا يعني حضرتك ها؟ لا بديله مرتبه طبعا بديله مرتبه. هو قال لحضرتك إن أنا بقلب على البرنامج بتاعك وبتفرج على برنامج العاشرة مساء؟ حضرتك يعني هو بيكذب عليك. أنا متابع حضرتك وده يمين هتحاسب عليه من أيام ما كنت حضرتك بتقول اشرب العصير اشرب العصير. أيوه يا فندم أيوه يا فندم. ألو يا أستاذ محمود أستاذ محمود وطي التلفزيون اللي عندك أستاذ محمود. يظهر ما دفعوش الفاتورة. ها في أسئلة تانية؟ وماذا عن الضرب؟ الضرب حضرتك يعني إحنا كلنا ضربنا وإحنا صغيرين عشان إيه؟ عشان نتعلم. ثانية واحدة. العاشرة مساء. ألو أيوة أستاذة منى. والله أنا معجب بالبرنامج بتاع حضرتك جدا أكتر برنامج بشوفه في حياتي يعني. رمزي قال لحضرتك إن أنا بقلب وبتفرج على البيت بيتك؟ لا حضرتك هو يقول اللي هو عايز يقوله. أنا بتفرج على العاشرة مساء من أيام ما كانت العاشرة إلا ربع. يا أستاذة منى أستاذة منى. ألو ألو. ما دفعوش الفاتورة برضو كده. مش فاضل قدامي غير الأستاذ معتز الدمرداش. حد معاه نمرة معتز؟ يا حبيب قلبي إيه لازمة الحرب الإعلامية الأولى اللي أنت بتخدها دي؟ يا ابني الشيطان دخل بينك واستهدى كده بالله. انت عارف رمزي القليل يسده. يا ماما ما ينفعش يا ماما. انا لو دفعت له العشرين جنيه بتوع الخصم دول بعد كده يطلب اي حاجه ويعمل اللي في دماغه. يا مش عارف احكمه مش عارف احكمه. انا عايز افهم حاجه يا عادل. هو ده مش موظف عندك؟ ما ترفده يا اخي ارفده وخلصنا. يا سلام ارفده عشان الاستاذ محمود سعد في البرنامج بتاع البيت بيته ده يطلع بقى يقعد يقول رفده وفين حقوق الانسان ولازم نبهدل عادل سعيد ويمرمطنا انا ناقص. طب اوكي اوكي خلاص يا بيبي اعمل هدنه. يا سلام اعمل هدنه عشان يغدر بيا وبتمثال عربي مسموم ممكن يغزني. وبعدين خلاص القضيه اتصعدت ووصلت لبلاد بره في اوروبا. دلوقتي القضيه هتتنظر في محكمه العمال بتاعه اتلانتا. صباح الخير عليكم. صباح النور يا اخوي. انا جون دي باولا محضر مع اتلانتا لامور مستعجله. أؤمر يا استاذ جون باولا أؤمر. حضرتك عايز ايه؟ اريد توقيع السيد عادل سعيد على استلام الحكم فقد خسر القضيه التي رفعها عليه الشاب رمزي. ايه الشاب رمزي ليه؟ هو قال لكم ان هو جزائري عشان كده بتقفوا معاه؟ لا داعي لمثل هذا الكلام. فقد خسرتم القضيه وعليه لابد من دفعكم المبلغ نصف مليون درهم كتعود عن الاضرار التي لاحقت بالشاب رمزي. لا ده ظلم ده ظلم. عادل عادل ما تضيعش نفسك عشان الشاب رمزي. عادل عادل. بيبي يا حبيب قلبي سلامتك من سلامة قلبك يا ديدي. غدر بيا الجبان الندل الندل الجبان. دولة حبيبي دولة. ازيك يا دولة؟ ازيك يا دولة؟ جاي دلوقتي عايز مني ايه؟ عايز تنتقم مني؟ جاي تموتنا اكتر ما انا هموت اهو. الف سلام عليك يا دولة. لا ما تقولش كده دولة. الف سلام عليك. عايز ايه عايز ايه يا كلب؟ اطلع بره اطلع بره اطلع بره. وايه القميص اللي انت جايبه ده؟ انت صرفت الفلوس كلها جايب قميص وجايب كمان بتاع جديد. يا نهار ابيض يا دولة. ايه يا دولة فلوس ايه بس اللي صرفتها يا عم؟ انت بتدفع حاجه يا دولة؟ يا دولة حبيبي انا مش عايز منك غير انك ترفع لي بس عن الخصم يا دولة. معلش يا عادل يا حبيبي ده كلهم 20 جنيه يا بيبي. ماشي ماشي هرفع عنك الخصم وبعدين هباخده تاني. طب يا دولة بقى يعني انا ليه حبه شروط كمان بعد اذنك؟ كمان حبه شروط يعني؟ شايفه بيستغل مرضي وكمان بيفرض شروط. بص يا رانيا. معلش يا بابا نسمعه ونشوف. ماين يا عادل ماين. ايه شروطك؟ تعمل لي اشتراك توك توك اروح بيه الشغل وارجع بيه كل يوم. شفت النمرده شفت النمرده. وبعدين توك توك ليه؟ اذا كنت انت بتبيت في البازار هتستعمل التوك توك في ايه؟ هتلف بيه جوه البازار من المرتبه للشغل يعني. صح. طب بص يا دولة يعني اكسر لي تمثال كل يوم في البازار وما تحاسبنيش عليه يا عم ماشي؟ وتجيب لي كل يوم بيت كوكتيل بشلمون وعلبة كشري. علبة كشري. طلباتك زادت قوي يا رمزي وبتقرص عليا يعني كمان علبة كشري علبة
معلش يا دولة، أنا آسف يا دولة، والله صعبت عليا. طب بص بلاش يا عم العلبة دي ونمشيها كيس كشري بس يا دولة حبيبي. دولة حبيبي خلاص خلاص. السلام عليك يا دولة. أنا جزمة، أنا جزمة، أنا عارف إنك جزمة ووسخ إيدي. بص إزاي، ماشي خلاص هجيب لك كيس كشري كل يوم، بس على شرط أنا كمان بقى. أمرني يا دولة حبيبي. مش أنا كنت كل يوم بديك قلم بسكعك قلم كده؟ ياه وحشني وحشني والله. طيب يبقى أنا كل يوم ليه قلم. ماشي يا دولة. انا بقالي كام يوم ما ضربتكش؟ 3 ايام يا دولة. 3 ايام ما ضربتكش؟ ايه 3 ايام دول بكام قلم؟ ب3 اقلام يا دولة يا حبيبي، الف سلام عليك. 3 اقلام. طيب تعالالي. ايه ده دولة؟ طب وانا اعمل لك ايه يعني؟ ماشي ماشي يا معلم خلفاوي وبراحتك. وبعدين في الزفت خلفاوي ده هعمل له ايه يعني؟ عمال بيزن عليا يزن عليا كل شويه عشان الفلوس بتاعته. طب يا دولة ما دام يعني عمال يزن على ودانك كده هو، ما تحط له قطن في ودانك هنا او سفنج. انا مش عارف اعمل ايه مع الراجل ده، بيكلمني كاني شغال عنده يعني بشنبه اللي عامل زي قرن الجاموسه ده. لا بس بصراحه يا دولة يعني معلم خلفاوي ده راجل جدع. جدع ايه يا ابني؟ ولا جدع ولا حاجه. ده انا بقى ما بقاش جدع لو ما خدتش فلوسي دلوقتي. معلم خلفاوي والله حضرتك لسه كنت جايب سيرتك انا والحيوان ده. بأمارة ارم الجاموس ها؟ اسرع الكلام، اطلع بفلوس يا نصاب. بص حضرتك انا مش نصاب ولا حاجه، انا ليا فلوس كتيره قوي في السوق، بس الناس ما عندهمش دم ما بيدفعوش حضرتك لغايه دلوقتي يعني. ما تقول لنفسك يا اخي. قصدك ايه؟ قصدك ان انا ما عنديش دم؟ ماشي، عموما الشتيمه بتلف تلف وترجع لصاحبها. اما صحيح اللي اختشوا باتوا ابقى مدينك وتغلط فيا وفي منطقتك. طيب عادل، انا هاخد فلوسي تالت ومتقلب، وانا انت ماشي على مفخرك اركبه. مع الف سلامه يا معلم الكل. الف سلامه الف سلامه. مش تقول لي يا غبي، مش تقول لي ان هو واقف ورا ظهري. احسن احسن. ماشي ماشي يا رمزي المفرجتك. بقول لك إيه؟ ايه، عايزك تطلع تجيب لي التمثال بتاع حتحور ده، اخده معايا وانا رايح للمعلم ابراهيم، يمكن اخد منه فلوس. حاضر. لا لا ولا اقول لك، لا لا بلاش هتكسره، ما انت هو بتكسر طول الوقت. انا هطلع اجيبه بنفسي، وادي السلم كويس. ماشي اطلع بقى دولة، بس بقول لك ايه، اطلع واحده واحده. ليه يعني طالع سلم المجد؟ ايه ده السلم بيرقص كده ليه يالا؟ ايوه يا دولة، ما السلم ده اللي جايبينه من شارع الهرم. رجلي يالا رجلي رجلي رجلي. يا دولة نسيت اقول لك حاسب السلمه المكسوره. يخرب بيتك، جاي دلوقتي تقول لي حاسب السلمه المكسوره؟ رجلي يالا، اتصل بالاسعاف ولا اتصل بدكتور بسرعه؟ طب انا ما ينفعش اتصل بالدكتور وهو اللي يتصل بالاسعاف ويجي؟ اعمل اي حاجه، الحقني يالا رجلي شكلها اتكسرت ولا بسرعه. بس الف حمد وشكر ليك يا رب، السلم لسه بخير. اتصل 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 اتصل. حاضر يا دولة. مليني دولة. كام يا دولة؟ نمرة ايه؟ نمرة الدكتور. 5 وخميسة يا حبيبي، 5 وخميسة، عين وصابتك ورب العرش نجاك يا ماما. وانا خبطت في ميكروباص منه للازف الطين رمزي، انا كنت خايف ان هو يكسر التمثال، كسرت رجلي وكسرت التمثال. معلش يا دولة، الف سلام عليك يا عم، بكره ان شاء الله تخف اهو، واللي اتكسرت جبس اهو. دولة مش كنت تاخد بالك برضو كده يا عادل عشان ما تتكومش؟ انا مش عارفه انت اصطبحت بوش مين النهارده. انا عارف اصطبحت بوش مين. ايه الخفه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا الاثنين هو ايه سكتناله دخل بحصان ولا ايه؟ بابا هو ده الجبس اللي بيبنوا بيه العمارات؟ بصي جسيه كده اهو. عموما اطمنوا يا جماعه، الدكتور طمني خالص على الاخر، يعني قال ان هو تمزق في الوريد الشرياني ويتبعه تقلص في العضلات وتمزق فيها، واذا حمل عليها اكتر هيحصل انهيار كامل للعمود الفقري كاملا من اوله لاخره. بس والله في امل يا عادل. يا نهار ابيض، لا ده انت طمنتيني خالص، ده انا كنت خايف الحمد لله يعني انها جت على تمزق. يا نهار اسود يا حبيبي، اذا ما كنتش انا اطمنك مين هيطمنك؟ بس يا عادل ده انا شريكه حياتك يا بابا. طبعا يا حبيبتي، انا اكتشفت فعلا ان انت اللي شركت حياتي. دولة انت كده بقى هتبقى ابو رجل مسلوخه. يا عادل طب انت هتعمل ايه في الاسبوعين دول؟ هتروح البازار بكرسي ابو عجلات؟ ابو عجلات يعني ان شاء الله ما فيش مشكله خالص بالنسبه للبازار. بس بجد يا جماعه انا متفائل بالروح اللي حواليا دي، يعني مبسوط جدا. لا وانا عايزاك تتفائل اكتر علشان موضوع البازار ده محلول اصلا. محلول اصلا وبتقوليها بثقه كده وتشوحي بايدك؟ هتعملي ايه بقى يا ننوسة عين مامتك؟ هتجيبي التماثيل ترصيها جنبه على السرير، ولا اقولك نصف فاترينا كده ورصي فيها التماثيل بايدك؟ يا جماعة على فكرة، واللي يجي يشتري منه التماثيل يجيب بقى كيس فاكهة معاه. لا يا خفة،
انا اصلا قررت ان انا هروح اقعد في البازار مكان عادل. ده على اساس انك خريجة قسم اثار فرع بازارات صح؟ يا رانيا يا حبيبتي، البازار ده مسؤولية وده شغل ضخم ما يقومش بيه 100 راجل على الاقل. يا عادل والنبي اديني فرصتي بقى، اديني فرصتي عشان اثبت ان وراء كل رجل مكسور امرأة عظيمة. ميل وسجينة واتحمل ميل وسجينة شباكنا ستاين وحرير. ايه الزفت اللي انت بتعمله ده على الصبح؟ صباح الفل يا رانيا. بص انا قلت بقى دولة مش موجود ففرصة اخد هدومي في امين. ما تقلعش جاك تغسلولك يا رانيا. شيل الهباب اللي انت بتحببه ده يا قرف، واعمل حسابك من النهاردة وطالع انا هنا زي عادل بالظبط. خلي بالك بقى من رجلك، الغربال الجديد له شده برضه. طشت قاعد في بازار. فعلا يا رانيا، يعني هي لو كانت غساله كانت تبقى ارحم. بص يا رمزي، استاذ رمزي لو سمحتي، انا من خلال دراستي لحالتك اشك بل اكاد اجزم ان انت عندك انفصال او انسلاخ في الشخصيه. ربنا يحفظك. الاقي عندك تمثال او منرع؟ والله يعني للاسف كان عندنا وخلص. طب ولا تمثال حورس؟ والله يعني للاسف ما كانش عندنا وخلص. ايه ده؟ شغالين ازاي؟ فين صاحب المكان؟ والله يعني هو انكسر وخلص. بص يا خلص، استاذ خلص لو سمحتي. من خلال فهمي للمشكله توصلت للحل، وهي انك تمسك ورقه وقلم وتلف على البازارات اللي حوالينا تشوف في ايه هناك مش موجود عندنا وتكتبه. بس ايه؟ اوعى حد ياخد باله منك. يعني كده هو انا اكتب وانا مش واخد بالي ان الورقه معايا مخبيه ورا ظهري؟ يعني اعمل اللي انت عايزه يا رمزي، بس المهم الورقه دي تكون عندي النهارده. ايوه رانيا، بس دول لو شافوني هيموتوني. يا اخي يا ريت ابقى كده وصلت لاول خطوه لاصلاح البازار ده. حد اتكلم النهارده؟ الحاج خفرع. ومين الحاج خفرع ده؟ تاجر من تجار التماثيل، بس ايه يعتبر صنم في المجال ده. طب هو عايز ايه؟ كان بيسال يعني على البضاعه اللي هو كان عايزها مننا. طبعا مفيش بضاعه لان هي دي مشكله. لا يا رانيا، المشاكل كلها عند المعلم خلفاوي. ليه هو المعلم خلفاوي عايز مننا تماثيل؟ لا احنا خدنا منه تماثيل وما ادينالهوش الفلوس عشان احنا ناس ما عندهاش دم. احنا بقى فلوسنا عند ناس تانية ما عندهمش دم غيرنا. يعني احنا ما عندناش دم وهم ما عندهمش دم. انا كده بقى عرفت المشكلة فين. ماما انا مش عارف انقي الرز ده صح ولا غلط، لان بطلع منه الزلط بس حاسس ان بطلع الرز مش بطلع الزلط. يظهر بقى ان الكسر بتاع رجلي ده اثر على نظري. الف بعد الشر عليك يا حبيبي، انا قلت بس اسليك بدل ما انت قاعد كده لا شغله ولا مشغله. وهو الواحد برضو يعمل بلقمته. عشنا وشفنا عادل قاعد بينقي رز ومراته ماسكه شغل البازار. ما حدش يتكلم عن ماما كده، دي بقت راجل البيت دلوقتي. روسي ماما بقت راجل البيت وانا بقيت ايه؟ خيال مقاتة. شايف بنتك المفعوصة معصوفة الرقبة؟ صحيح اقلب القدر على فمها تطلع البنت لامها. ماما جت وحشتيني يا ماما. حبيبي ماما، روح ماما قلب ماما وحشتيني موت. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. ها ايه يا رانيا، ايه الاخبار؟ جبتي لي الحاجات اللي انا طلبتها منك؟ اوه يا عادل نسيت، معلش. انت عارف زحمه الشغل يا حبيبي، طمني عليك رجلك عامله ايه؟ الحمد لله، هو قاعد زي اي ست بيت شاطره بيتنقي الرز عادي جدا. حشتيني يا حبيبتي، هو شداي ام اوكي يا مامي. انت عارفه بنتك بقى وقدراتها، انا عايزه اثبت لعادل ان وراه ست تاكل الزلط. اهو يا حبيبتي الزلط مجهزه لك لوحده اهو، تاكليه براحتك يعني. طب يا حبيبي اخش اغير انا بقى. حماتي حبيبتي لو سمحتي، من فضل حضرتك انا عايزه بعد كده اجي من الشغل الاقي الاكل جاهز على الصوف، لان انا بتعب يا جماعه، بتعب فعلا. رعوني الله يخليكم، بتعب. اوف، وادي الرز وادي الزلط، مش عايز اكل رز. رانيا، هو انت مش هتخرجيني النهارده زي ما وعدتيني يا حبيبتي ولا ايه؟ والنبي عادل يا حبيبي سيبني في اللي انا فيه. طب جبتي لي كريم الشعر اللي قلت لك عايزه؟ يا عادل انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ وانت بتعملي ايه بالورقه اللي معاكي دي؟ برتب شويه افكار هتخلي البازار ده بازار الاحلام. انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام. شوفي يا حبيبي افكاري هتوصلك لايه؟ انت بحسساني ان هرجع لاي متحف. بص يا عادل، انا مؤمنه بحكمه بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش، وانا مش بقول علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ هي دي حكمه ولا فزوره؟ ماما بقول لك ايه، عايزه مصروفي. ايه ده يا ياسمينة يا جميله،
معقوله هتاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود؟ هاتيلي البوك قصدي هاتيلي المحفظه. هو انت خدت مصروف من ماما؟ عاجبك كده يا رانيا؟ شايفه الكلام اللي ياسمين بتقوله؟ خدي يا ياسمين، خدي حبيبتي. يلا يا ستي. رانيا انا لسه ما خدتش. خدي يا ياسمين، ادي لبابي. انا خدت يا ابنا. عادل عادل عادل، في واحد بره عايزك اسمه خوفو. اسمه المعلم خفرع. خوفو خفرع اهرامات وخلاص. طيب بدل ما توقف الراجل بره خليه يدخل ويقعد في الصاله واعملي له حاجه، بدل ما انت واقفه زي ابو الهول كده. ايه ابو الهول؟ طب بس افك الجبس واقوم لك. اهلا 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 يا معلم خفرع. اهلا 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 يا حبيبي يا اعز واعرق صديق ليا. ربنا يخليك. ازيك عادل؟ الله يسلمك، اتفضل اتفضل. الف سلامه. والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي، يعني مش معقوله يعني. اه والله انا اول ما عرفت اللي حصل ده فرحت، قصدي زعلت، وقلت واجب ان اجي ازورك واقعد اطمن عليك ساعتين ثلاثه خمسه سته عشره زي ما انت عايز. يا نهار ابيض، يعني واضح ان حضرتك فاضي يعني يا حاج. يعني هو فعلا يا بخت من زار وخفف، لكن حضرتك هتقعد معايا 10 ساعات ايه على ما تخلص البرتقال اللي انت جايبه؟ برتقال؟ ده تفاح، تفاح امريكاني. اه تفاح امريكاني. ده تلاقي فيه بوش بقى. ايه بوش؟ اه يبوشك في الفلوس ب 15 جنيه الكيلو، ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح، تلاقي زي ما انت قلت برتقال. عموما يعني متشكرين جدا والله يا حاج خفرع، مش عارف يعني نردها لك ان شاء الله في الافراح. لا لا مش عايزك تردها لي، استنى بس لما تشوف انا جايب لك ايه تاني. ايه؟ جايب لك معايا احلى هديه، هديه 100 100. ايه ده، تمثال رجله مكسوره؟ اه بالمناسبه هو رجله مكسوره وانت رجلك مكسوره، يبقى الرجلين مكسورين. نردها لك ان شاء الله واجيب لك تمثال رقبته مكسوره. اه فكرتني بالواد ابني الشقي، دايما بيكسر رقبتي. راح اتجوز من ورا مني، اتجوز واحده رقاصه وجارته اتجوزها كده، لا عرفي كمان. اتجوزها عرفي؟ انا نسيت صحيح يا معلم اعرفك بالمدام، رانيا مراتي بس متجوزها على سنه الله ورسوله، مش عرفي ولا حاجه. الحمد لله. اهلا يا معلم، نورتنا وشرفتنا. لا لا انا بشرف بس، انما النور منك انت، انت اللي نورتين. ما قلتليش اخبار التماثيل اللي انا طلبتها منك ايه؟ موجوده ومركونه عندي بقى لها فتره طويله، لدرجه انها ادمت قوي يعني، بانت انها اثريه بحقه حقيقي. بس بيني وبينك يا استاذ عادل، انت مش عاجبني في شغلك اليومين دول، مش عاجبني. ما هو ده راجع حضرتك للاسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بيه عادل مع اداره الشغل. ايوه انا عايزاني اعمل ايه يعني؟ اجيب الزباين بمطوه من قدام باب البازار اخليهم يشتروا بالعافيه؟ انا رايي ان احنا نواجه تحديات السوق بان احنا نطور من نفسنا عشان نبين تفردنا في السوق. ولو اني مش فاهم حاجه من اللي قلتيه، انما كلامك 100 100 يبقى مظبوط. حدي لحضرتك مثل، ايه رايك مثلا واحنا بنبيع اي تمثال ننزل معاه دفتر عناوين وارقام تليفونات شركه السياحه والطيران والفنادق، وفي نفس الوقت كمان عنوان البازار والحاجات اللي موجوده فيها از دعايه يعني للبازار. ربنا يخليك ويبارك فيك كده 100 100، هي الطريقه دي اللي هنمشي بيها كل الحكايه. هو ايه اللي 100 100؟ طب ما بالمره بقى نعمل امسكيات تتوزع في رمضان. سلام، بصراحه انت معاك ست ولا كل الامسكيات. قصدي ولا كل الستات. لا وانت السادي، انا عندي 6 ستات. لا ده انا هقول لحضرتك بقى على فكره انما ايه هايله. ايه راي حضرتك ان احنا نتفق مع شركات السياحه انها تنزل عندنا الافواج مقابل كوميشن هياخدوه من الارباح؟ لا شايفه راجل فعلا ما يجيبها الا ستاتها. كلمت المعلم خلفاوي زي ما قلت لك؟ اتصلت بيه وزمانه جاي. ربنا يستر يا رانيا، ده انا خايف يجي يولع في البازار وفينا. ده الكلام ده لو انا مش موجوده هنا. مش موجوده ايه؟ ده اذا كان دوله ما كانش قادر عليه، انت هتقدري عليه؟ ممكن تخلص وتنقطني بسكتك؟ وده من اللي قلت لك عليه، اتفضل خد الورق ده.
ايه ده، انت داخل انتخابات ولا ايه؟ غبي ده، دعايه للبازار يا غبي. ياه ايه الافكار الجميله دي؟ اما مطلوب توزعها على السياح كلها. ياه ايه الافكار المتعبه دي؟ شو مالك ولا تعالى هنا. ايه بتبرطم تقول ايه؟ ما بقولش. لا بتقول. انت بتقول ايه؟ بحسب. يلا قول. السلام على من يرد السلام لاحلى مدام. اهلا اهلا يا معلم خفرع، اتفضل اقعد اتفضل. ربنا يخليكي ويبارك فيكي. الطلبيه جاهزه؟ طبعا جاهزه يا معلم، انت تقوم. ربنا يخليكي، بس انا معذور شويه، ارجوكي هدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين هدفع الباقيه. قصدي بعد شهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا معلم. مين المعلم خلفاوي؟ اهلا يا معلم خوفو. خفرع اهلا. يبقى احلى ادائك يا اخي. اتفضل اقعد اتفضل. الحقيقه يا جماعه انا جمعتكم النهارده عشان نحل مشكله المعلم خلفاوي مع عادل. لا مؤاخذه يا مدام، الاستاذ عادل زودها معايا قوي، وبعدين انا صاحب حق يا ناس. معلش يا معلم، اصل هو مش مطنشك، بس هو الموضوع ساعات يعني البني ادمين بتمر بظروف، والمشكله ان شاء الله محلوله. محلوله ازاي يعني؟ احنا لينا فلوس عند المعلم خفرع، هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين. اصل الفلوس دلوقتي مع التيوس، وبالنسبه لي ان شاء الله ما فيش مشكله. بس شهرين كتير قوي يا مدام. ويمكن كمان قبل شهرين، ويمكن يومين، بعد ساعتين لما ربنا يفرجها ان شاء الله. اظن كده يا معلم احنا خرجنا خلاص بره الموضوع، ومشكلتك مع عادل اتحلت. صافي يا لبن بقى. لا 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 بلاش اتوي. لا خلاص ده ايه، هيفك لي الجبس ولا هيقطع رجلي يا دكتور حضرتك؟ اثبت شويه، ما تبقاش عيل وانا يعني عشان ابقى راجل. استنى يا عم محمد، وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لي رجلي؟ خمس دقايق من منشاره وهتخلص. بص حضرتك، انا بحب الجبس جدا، يعني يا ريت ما يقطعوش خلاص، لان انا ولفت عليه وبعدين بتفي لي رجلي يا دكتور. في ايه يا عمته؟ هما جايبيننا يا دكتور من المطبخ ولا ايه؟ اسكتي خالص، احسن لو سمعك هينشر لك رجليك كده. ينشرها؟ بس يا ريت قبل ما ينشرها يعصرها. خلاص يا سيدي، شلنا الجبس، كل كسر وانت طيب. وانت طيب يا دكتور، عقبالك كده ان شاء الله، وممكن الصبح تنزل الشغل. الف شكر. استاذن احنا بقى. اتفضل. مع الف سلامة. مع الف سلامة. الحمد لله. يلا قوم يا بطل، شد حيلك، الحق انقذ ما يمكن انقاذه. فيها سناء، البازار ولع ولا ايه؟ لا قصدها تقول ان مراتك عامله فيها ام العريف. جيب العواقب سليمه يا رب. والنبي يا حاجه ادعي لي. ما تلحق يا عادل تكلمها في التليفون احسن تكون بعت لك البازار. ما انا كل ما باجي اكلمها عامله لي بنضارتها كده، مش عارف اتكلم معاها في اي حاجه خالص. الله، هو انت ما تعرفش هي بتعمل ايه؟ والله يا ماما لغايه دلوقتي مش عارف، لا شفت منها الابيض ولا اسود، بس ان شاء الله كله هيتعوض. يا ماما دي حد عارف يكلمها؟ اللي عامله نفسها بتعمل لي دكتوراه بنضارتها دي. انا بقى بستحلف لها. هتعمل ايه يعني؟ هجيب شويه رز من ابو زلط وخليها تنقيه. السلام عليكم. عليكم السلام. دولة حبيبي، وحشني يا دولة. ألف سلام عليك يا دولة. أهلا أهلا أهلا. والله يا دولة إحنا في غيابك ولا لينا أي لازمة. يا ابني أنت في حضوري أو في غيابي مالكش أي لازمة يا رمزي. حبيبي يا دولة. إيه البازار ده؟ يلا، هو البازار ده بتاعنا ولا إيه؟ لحظة واحدة، أروح أسأل أي حد معدي برا وأجيلك في الرقرة. لا لا لا، روح أسأل وما تجيش خالص. يلا اتكل على الله. لا حبيبي، اضربني والنبي يا دولة اضربني. حبيبي بصراحة يعني يا دولة الشغل في غيابك كان فريرة. قصدك ايه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل فريرة؟ يا ريت بقى. اضرب. والله مش فاهم عينيا. يا غبي اسمها مش مصدق عينيا. يا الف حمد لله على السلامة يا استاذ عادل. اهلا وسهلا. ازيك يا معلم خلفاوي؟ اتفضل. معلش يعني انت المرة اللي فاتت لما شرفتني رجلي اتكسرت، ربنا يستر بقى المرة دي. يا سيدي عفى الله عما سلف، وبعدين انا خلاص خدت حقي. خدت حقك عشان رجلي اتكسرت يعني هتتنزل عن فلوسك؟ انا مالي ومالي اتكسر، انا خدت فلوسي من معلم خفرع.
المعلم خفرع، ازاي ده حصل يعني؟ الست بقى، الست مراتك دي توزن ذهب، ست مخها يوزن بلد، ست ذوق، امال ايه؟ مراتي هي اللي افتكرت. ما عارف دي كلها بناء على توجيهاتي، يعني انا اللي قلت لها حاولي تظبطي كل حاجه ولبسي طاقيه ده لده، فواضح ان انت حطيتي الطاقيه واديت المعلم خفرع طاقيه. خدت طاقيه؟ نفسي اخد طاقيه. هديك. حبيبتي ده خاتم ذهب، يعني هدية صغيرة اعتراف بالجميل اللي انت عملتيه. يا عادل يا حبيبي والله الموضوع مش مستحمل خالص، يعني ده واجب عليا والمفروض ان انا كنت اعمل كده. عادل اوعى يكون ده عيار 18. حبيبتي جينا بقى للكلام الفالصو، بجد يا رانيا انا مش عارف اقول لك ايه على موقفك الرجولي اللي انت عملتيه. رانيا انت راجل يا رانيا. ما تحافظ على ملفظك يا عادل، راجل ايه وبتاع ايه؟ ايوه طبعا يا حبيبتي انت قمتي بدور ما يقومش بيه 100 راجل، لان انا طبعا ب 100 راجل انت عارف. يا سيدي ده واجب علينا، يعني اتكسر انت بس كده كل يوم وشوف انا هعمل عشانك ايه. اتكسر وكل يوم؟ فعلا حافظي على ملافيزك. اقول لك الخاتم ده انت ما تستاهلهوش يا رانيا. خلاص خلاص.